استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، استقبل خالد يوسف زويد وفجر يوسف الهاشل وابنتهما ذهب خالد زويد التي أسماها والدها لهذا الاسم تيمنا بعام الذهب الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. كما استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أحمد عادل العريض ونور كريم زكي وابنهما الطفل ناصر عادل العريض والذي سمي بهذا الاسم تيمنا بسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من خلال إنجاز المنتخب البحريني لكرة القدم في بطولة خليجي 24. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رحب بكل من والد ووالدة الطفل ذهب والطفل ناصر متمنيا للمواليد موفور الصحة والعافية، شاكرا العائلات على هذه اللفتة الطيبة التي تترجم معدن أهل البحرين الغالي. والد ووالدة الطفل ذهب والطفل ناصر شكروا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على طيب الاستقبال وحفاوته، وأشادوا بجهود سموه المتواصلة في جميع القطاعات وخصوصا القطاع الشبابي والرياضي، مؤكدين على اهتمام سموه بكل ما يخص المواطن البحريني في جميع المجالات، وأشاروا إلى متابعة سموه لكل التفاعلات التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل سموه بشكل إيجابي ومفرح مع أبناء الشعب البحريني، مؤكدين على تمنياتهم بأن يحمل مواليدهم صفات سموه في المستقبل.